السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات الصف الخامس، أهلا بكم مع حل تمرينات الوحدة الخامسة بالكامل من كتاب المعاصر. تعالوا يلا نبتدي بأول درس معانا، بس قبل ما نبتدي لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. تعالوا يا حبايبي نشوف أول كويز مديهالي على معاني الكلمات. community، قلنا community اللي هو المجتمع أو الجماعة. عندنا scribe، قلنا scribe يعني كاتب. عندنا كلمة craftsman يعني حرفي. عندنا skillful، skillful بمعنى ماهر. number one بيقول لي he is a very clever a he makes things by hand، بيقول لي هو ايه ذكي بيعمل بايدي، اكيد ده craftsman. craftsman بمعنى حرف، قلنا الكرافتسمان حبايبي هو اللي بيصنع الاشياء بايدي، craftsman. طب تعال نشوف number two، بيقول لي she is very a in reading and writing، اكيد طبعا هي ماهرة في الكتابة والقراءة، يبقى اكيد حول she is skillful. skillful حبايبي بمعنى ماهر. تعال نشوف number 3، بيقول لي we live in a large a، طبعا اكيد احنا عايشين في مجتمع كبير، فاكيد المجتمع اسمه community. community حبايبي بمعنى مجتمع. نشوف حبايبي يلا الكويز اللي هو مديهالي برضو على الكلمات. عندنا كلمة making يعني صنع، عندنا job يعني وظيفة، عندنا course بتيجي مع of course او بتيجي دورة تدريبية، craftsman يعني حرفي، وعندنا كلمة سيلر يعني صياد، وده نوع حبايبي من الصيادين اللي كانوا بيصطادوا عجول البحر، ولا كمان حبايبي معنى بمعنى سدادة، حاجة كده شكل الطلاء بسد بيها ثقوب او مسام. طب تعال نشوف كده، بقول لمازن بيقول hello Rami which A would you like to have، قال له hello مازن I want to be A، طبعا اكيد حوله which job، which job يعني ما الوظيفة اللي انت عايز تكونها، قال له hello مازن I want to be a or an، طبعا هنا اكيد هجيب وظيفة. طب تعال نشوف قبل ما نشوف الوظيفة، قال له that's great you are good at a things، اكيد هقول له craftsman يعني عايز اكون حرفي، قال له that's great you are good at، وانا good at حبيبي بيجرها verb plus ing، اكيد هقول making يعني انت جيد في صنع الاشياء، فقال له thanks a lot and what about you، وانت، قال له I want to be a doctor do you know what a doctor does، وانت عارف الدكتور بيعمل ايه، اكيد هقول له of course، of course حبايبي يعني بالطبع، a doctor looks after ill people يعني بيعتني بالناس المريضة. تعال حبايبي يلا نشوف الجنرال اكسرسايز اللي هو مديهالي في صفحة 231. عندنا pharaohs اللي هم الفراعنة، sell يعني يبيع، what ما او ماذا، weave يعني ينسج او يحيك يخيط، why why حبيبي معناها لماذا. بقول لي what could women do in ancient Egypt، فقال له they could eat baskets and bake bread، طبعا اكيد كانوا بينسجوا السلات، فاكيد هقول weave. could they eat them at the market، يعني هل هم كانوا بيستطيعوا ان هم يعملوا فيهم ايه في السوق، اكيد هتقول لي sell، سأل حبايبي بمعنى يبيع. yes they could even become a، ده هم كمان كانوا بيقدروا يكونوا فراعنة، يبقى pharaohs. فبقولوا does the word scribe mean، طبعا هنا بسأل ماذا تعني كلمة scribe، قال له it means someone who knew how to read and write well، اكيد هنا هسأل بكلمة what يعني ماذا تعني كلمة scribe. تعالوا نشوف حبايبي السؤال الثاني. عندنا كلمة hieroglyphs، hieroglyphs اللي هي الكتابة الهيروغليفية، scribes scribes اللي هم الكتبة. عندنا skillful ماهر، paintings لوحات او رسومات، weave قلنا بمعنى يخيط او يحيك او ينسج. بقول ancient Egyptian craftsmen were very good they made beautiful a and beautiful gold jewelry and sculptures، اكيد حبايبي they made beautiful paintings، paintings يعني رسومات او لوحات مرسومة. they used to a beautiful clothes، اكيد كانوا بيحيكوا او يخيطوا او ينسجوا، يبقى weave. and make colorful cooking pots fewer people worked as، طبعا عدد قليل اللي كان بيشتغل يا حبايبي، برافو عليكم. scribes، scribes يعني كاتبة. the scribes knew how to read and write well scribes spent many years learning a،
and this was very expensive. كانوا بيقضوا طبعا سنوات كتير بيتعلموا الهيروغليفز. الهيروغليفز اللي هي الكتابة الهيروغليفية. قلنا فيها حبايبي 500 رمز. تاني حبايبي فيها 500 رمز وده كان صعب جدا. تعالوا نشوف يلا السؤال الثالث وسؤال الترتيب. نمبر 1 بقول لي learn not not حبايبي نفي Egyptian writing was easy to. طبعا الكتابة المصرية ما كانتش سهلة التعلم. يبقى اذا هقول حبايبي Egyptian writing يعني الكتابة المصرية wasn't يعني ما كانتش دي not حبايبها easy to learn يعني ما كانتش سهلة التعلم. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي making good craftsmen are at things. طبعا عايز اقول ان الحرفيين جيدين في صناعة الاشياء فهقول craftsmen are good at making things يعني جيدين في صناعة الأشياء. نمبر 3 بيقول everything wrote scribes down. طبعا هقول إن الكتبة دول كانوا بيكتبوا أو يدونوا كل شيء. فإذا هقول حبايبي scribers scribes wrote down everything يعني كانوا بيدونوا كل شيء. نمبر 4 بيقول job to have which like would you. طبعا عايز أقول أي الوظائف تريد أن تعمل بها فهقول which job would you like to have. حط الكويستشن مارك. 5 clay from pots like I making. طبعا عايز اقول حبايبي ان انا بحب صنع الاواني من الفخار يبقى هقول I like making pots from clay يعني انا بحب صنع الاواني من الفخار. تعالوا نشوف حبايبي يلا صفحة 232 سؤال التوصيل. بقول farmers were very important يعني الفلاحين كانوا مهمين جدا. قلنا اكيد الاقتصاد المصري يبقى for ancient Egypt's economy. اكتب عليها نمبر 1. نمبر 2 بقول لي حتشبسوت. طبعا عارفين ان حتشبسوت دي كانت ملكة مصرية مشهورة يبقى هقول was a famous queen in ancient Egypt. Number 3 بيقول people in ancient Egypt يعني الناس في مصر القديمة كانوا بيشتغلوا بجد فهقول worked very hard. Number 4 بيقول the ancient Egyptian women were بيقول لي ان النساء المصريات القدماء مالهم حبايبي كانوا ناجحين جدا فهقول were very successful يعني كانوا ناجحين جدا. هكتب عليها نمبر 4. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال اختياري. بيقول لي farmers could plant fruit vegetables and اكيد طبعا grains وgrains حبايبي يعني الحبوب. نمبر 2 بيقول لي crafts people were a in ancient Egypt. طبعا الحرفيين كانوا ايه في مصر القديمة اكيد طبعا were respected. respected يعني كانوا محترمين. طب تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي a makes pots from clay. مين حبايبي اللي بيصنع الاواني من الفخار؟ اكيد craftsman. craftsman طبعا اللي هو الحرفي. نمبر 4 بيقول scribes الكتبة wrote everything اكيد يدون حبايبي اسمها wrote down. طب تعال نمبر 5 بيقول scribes الكتبة kept a and lists for many things in ancient Egypt. هتقول لها مصر وما كانوا بيحتفظوا بسجلات فيبقى records. تعال حبايبي يلا نشوف سؤال الباراجراف واللي بيتكلم فيه عن traders in ancient Egypt يعني التجار في مصر القديمة. طبعا هنا لما هبدأ الجملة هقول ان التجار طبعا في مصر القديمة كانوا مهمين جدا يبقى هقول traders in ancient Egypt were خلي بالك ان كلامك في الماضي very important يعني كانوا مهمين جدا. عايز اقول حبايبي كانوا بيبيعوا ويشتروا كثير من البضائع يبقى اكيد هقول they bought and sold lots
of goods، يعني كانوا بيبيعوا يشتروا كثير من البضائع. طبعا حبايبي حدي أمثلة للحاجات اللي هما كانوا بيبيعوها ويشتروها في جملة لوحدها، فهقول they sold يعني كانوا بيبيعوا clothes يعني ملابس، jewelry يعني مجوهرات، and grains وكمان حبايبي حبوب. اكيد هقول ان هما كانوا بيسافروا عن طريق النيل، يبقى هقول they traveled up and down the Nile، يعني كانوا بيسافروا في نهر النيل. طبعا اختم بجملة جميلة خالص واقول ان هما كانوا مشهورين في جميع انحاء العالم، يبقى هقول they were famous يعني هما كانوا مشهورين all over the world يعني كانوا مشهورين في كل انحاء العالم. وبكده حبايبي بقى انا كتبت باراجراف سهل وبسيط جدا ورعيت فيه قواعد الكتابة، ان انا بسيب اندنت وبنهي كل جملة حبايبي بفول ستوب وببدأ بكابيتال لتر. تعال حبايبي نشوف اول سؤال مديهولي، وده طبعا على حفظي للكلمات والتعريفات. عندنا non living يعني غير حي، عندنا كلمة rock pool يعني بركة صخرية، عندنا كلمة shelter يعني مأوى، وعندنا كلمة marine يعني بحري. والcrabs and whales are animals، بقول لي ان الكابوريا وكمان الحيتان ديت حيوانات ايه؟ اكيد marine، marine حبايبي بمعنى بحري. number 2 بقول animals need food water and air، الحيوانات محتاجة طعام وكمان مية وكمان مأوى، اكيد يبقى shelter، shelter حبايبي بمعنى مأوى. number 3 بقول air water and soil are a things، طبعا بقول الهواء والمية وكمان التربة دي كلها طبعا حبايبي كائنات غير حية، يبقى non living تاني non living things يعني كائنات غير حية. تعال نشوف السؤال التاني وهو سؤال التوصيل، بيقول ecosystem means، بيقول النظام البيئي ده معناه ايه؟ طبعا معناه كل الحيوانات والنباتات والصخور يعني كل الكائنات الحية والغير حية اللي موجودة في مكان، فحقول حبايبي all the animals plants and rocks in a place. طب non living thing is يعني الكائن الغير حي ده ماله؟ اكيد something that's not alive يعني كائن غير حي، يبقى هكتب. يلا نشوف اول كويز مديهالي، عندنا كلمة dry حبايبي بمعنى جاف، عندنا كلمة coast يعني ساحل، عندنا كلمة gazelles يعني غزلان، طبعا عندنا كلمة species يعني فصائل. number 1 بيقولوا we like walking along the sea، طبعا بنحب نمشي على ساحل البحر فاكيد the sea coast، كوست حبايبي بمعنى ساحل. number 2 بيقول camels and live in the desert، بيقول لي الجمال والايه بتعيش في الصحراء، اكيد طبعا gazelles، gazelles حبايبي يعني الغزلان. number 3 بيقول this area is rich in different air plants، طبعا بيقول لي ان المنطقه دي غنيه باكيد انواع مختلفه او فصائل مختلفه من النباتات، فهقول species، species حبايبي بمعنى فصائل او انواع. تعالوا حبايبي بقى على موضوع الريدنج واللي بيكلم لي فيه عن ايجيبتس ملو. طبعا حبايبي بعد ما قرينا الدرس وفهمناه كويس بنقراه مره واثنين وثلاثه، ويا ريت يوصل لدرجه الحفظ عشان نقدر نحل تمريناتنا اللي موجوده على الدرسين. فصفحه 241 بيقول لي animals endangered seas desert seaweed، طبعا animals حبايبي بمعنى حيوانات، عندنا endangered يعني معرض للخطر، عندنا seas يعني بحار، عندنا desert يعني صحراء، وعندنا seaweed حبايبي شكل ما قلنا يعني اعشاب بحرية، تاني اعشاب بحرية. بقول حبايبي Egypt's coast includes the Mediterranean Sea and the Red Sea، طبعا قلنا السواحل المصرية سواحل البحر المتوسط وكمان سواحل البحر الاحمر. In both of these A there are many different plants and A، طبعا اكيد هقول في كلا البحرين يبقى اكيد هقول seas، طبعا قلنا في نباتات وايه مختلفة اكيد طبعا هقول animals، animals حبايبي بمعنى حيوانات. some of them like turtles birds and mangrove trees are endangered، و endangered حبايبي بمعنى
معرض للخطر. تاني endangered بمعنى معرض للخطر. There are more than 800 types of A and more than 200 types of coral. طبعا قلنا في 800 نوع حبايبي من السيويد، قلنا السيويد حبايبي معناها أعشاب بحرية، تاني سيويد معناها أعشاب بحرية. تعال يلا نشوف سؤال الترتيب. عندنا ecosystem and is what. طبعا عايز أسأل ما هو النظام البيئي، فأكيد هبدأ ب what وأقول what is an ecosystem، يعني ما هو النظام البيئي. number two بقولي can the desert some plants in live. طبعا عايز أقول إن بعض النباتات تقدر تعيش فين حبايبي في الصحراء، فهقول some plants يعني بعض النباتات can live in the desert يعني بعض النباتات تقدر تعيش فين في الصحراء. number three بقول species are turtles and endangered. طبعا حبايبي عايز أقول إن السلاحف دي فصائل معرضة للخطر، فهقول turtles الفعل بتاعي are and لازم اجيبها قبل الصفة، الصفة بتاعتي endangered species يعني فصائل او انواع معرضة للخطر. number four بقول ان animals need what to do survive. طبعا اكيد انا عايز اقول ماذا تحتاج النباتات لكي تبقى على قيد الحياة، اكيد هقول what do animals need to survive يعني ماذا تحتاج الحيوانات لكي تنمو. تعال حبايبي يلا نشوف سؤال الاختياري. بيقول plants need sunlight and water too. اكيد طبعا النباتات محتاجة ضوء الشمس والمية عشان تبقى على قيد الحياة يبقى survive. number two بيقول means all the animals plants rocks and a place. كل الحيوانات والنباتات اللي موجودة في مكان، اكيد دي يا حبايبي هي الايكوسيستم يعني النظام البيئي. number three بقول trees give us طبعا الاشجار بتدينا ايه، اكيد بتدينا اكسجين، اكسجين حبايبي اللي هو الاكسجين. number four بقول means that there are not many of a plant or animal left معناها ان مفيش منه حاجة دلوقتي موجودة، فده بقول عليه endangered، endangered حبايبي يعني معرض للخطر. number five بقول is an important part of an ecosystem. مين حبايبي من دول جزء مهم من النظام البيئي؟ هتقول كلايمت، وكلايمت حبايبي اللي هو المناخ. تعالوا يا حبايبي يلا نشوف صفحة 242 القطعة. بقول about 90% of Egypt's land is desert areas. It looks like nothing can live in these areas. But there are many different animals in Egypt's desert such as camels, gazelles, jackals, ibex and foxes. There are also plants such as tamarisk and acacia. The banks of the Nile River have many different species of animals and plants like hippos and bamboo. There is lots of fresh water, not salt water like the sea. Many water birds live in the reeds of the river bank. It's a good place for them because there are plenty of fish to eat. طبعا نفس القطعة اللي احنا قرناها قبل كده اللي بتتكلم لي عن النظام البيئي الصحراوي وكمان النظام البيئي للمياه العذبة اللي موجود في مصر. تعال حبيبي يلا نشوف اول سؤال. بقول الجازلز ليف ان ذا، طبعا الغزلان حبيبي قلنا بتعيش فين، هتقول لي in the desert في الصحراء. There are some E such as tamarisk and acacia in Egypt's desert. طبعا التامريسك والاكيشا دول ايه، هتقول لي plants، plants حبايبي يعني نباتات. number 3 بيقول لي the sea has E، طبعا اكيد البحر فيه مياه مالحه، حتى لو مش جايب لك قطع حبايبي الاختيارات سهله جدا. تعالوا حبايبي نشوف السؤال الرابع. بيقول لي what animals can live in the desert. يا ترى ايه الحيوانات اللي تقدر تعيش في الصحراء. طبعا هنا هذكر اسامي الحيوانات اللي هو اداها لي تقدر تعيش في الصحراء like camels الجمال، gazelles يعني الغزلان، jackals ابن آوى، ايبكس and foxes يعني الثعالب. تعال نشوف number 5 بقول why do many water birds live in the reeds on the river bank. ليه كتير من الطيور المائية بتعيش في الجريد اللي موجود في ضفة النهر؟ طبعا اكيد هقول because there are، لان موجود في طبعا
plenty of fish to eat، يعني موجود فيه كثير من الأسماك للأكل. تعال حبيبي يلا نشوف آخر سؤال معنا، هو سؤال punctuation. Egypt's coast includes the two seas. طبعا Egypt حبيبي الإي coast مش أي حاجة includes two seas، حط في الآخر في الأسطول. What do we need to survive؟ طبعا الدبل بتاعت what do we need to survive، حط في الآخر الكويستشن مارك علامة الاستفهام. تعالوا يلا نشوف أول كويز مديهالي على الكلمات. عندنا كابتن يعني قبطان، عندنا تور جايد يعني مرشد، عندنا شيف يعني طاهي واحد الطهاء أو طباخ، عندنا تيتشر يعني مدرس. بقول إذا نوت at this hotel makes a delicious food، أكيد مين اللي هيعمل طعام لذيذ؟ هتقول الشيف يعني الطباخ. I want to be a to help tourists، طبعا عشان اساعد السياح اكيد انا محتاج اكون tour guide. tour guide حبايبي يعني مرشد سياحي، تاني tour guide يعني مرشد سياحي. is the A of the ship، اكيد هو is the captain. captain of the ship يعني قبطان السفينة، هي is the captain of the ship. التلفزيون. تعالوا نشوف حبايبي الاسئلة والتدريبات اللي هو مديها لي على present simple. بيقول لي my friend in Nubia، حبايبي انا عايز اقول صديقي بيعيش. طب صديقي ده ماله؟ هتقول لي مفرد مستر. اه يبقى ياخد مين حبايبي؟ lives. ايه ده ما ينفعش اقول live؟ لا طبعا مفرد. نمبر 2 بيقول لي منى doesn't eat to school by bus، طبعا قلنا حبايبي طالما جبت doesn't لازم فعل يرجع لمصدره فلازم اقول doesn't go. نمبر 3 بيقول لي علي and عمر ايه play football in the park، اه هتقول لي يا مستر علي وعمر دول مالهم؟ هتقول لي جامع يا مستر. طب ما ينفعش اقول aren't، احنا قلنا aren't big وراها verb plus ing، يبقى اذا هقول don't، يبقى ما بيلعبوش كوره في الحديقه. طب تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي we the bus to Cairo every morning، قلنا every حبايبي دي كلمه داله على present simple على المضارع البسيط. طيب فانا عندي catch وعندي catches، طب اقول catch ولا catches؟ هتقولي لا catch يا مستر. ليه؟ هتقولي عشان دي وحضرتك قلت لي بيجي وراها مصدر. تعال نشوف يلا السؤال الثاني اللي بنصحح فيه الاخطاء. بيقولي at midday the manager check the restaurant، طبعا المانجر هنا حبايبي المدير ماله؟ هتقول له مفرد يا مستر، يبقى ياخد checks not check، لازم ازود لها اس. نمبر 2 بيقولي they always watches tv at 10 pm، هتقول له مستر they ما ينفعش يجي معاها فعل في اس، امال يا مستر اللي بيجي معاها مصدر فبالتالي هقول watch. نمبر 3 بيقول لي he not carry a heavy bag، طبعا حبايبي النفي في المضارع البسيط بيبقى بدونت او بدازنت، طب هي تاخد ايه حبايبي؟ هتقول لي دازنت، فهتقول لي he doesn't carry يعني هو لا يحمل، يعني ما اقولش carry ذا مستر، لا ما انا جبت دازنت خلاص حبايبي. نمبر 4 بيقول لي my parents يعني بابا وماما not ask me to prepare the breakfast، طبعا هنا لما جام في حبايبي حنفي بكلمة don't، ليه؟ عشان ال parents جامع فأقول don't ask يعني ما بيسألوش أو ما بيطلبوا حبايبي talk. تعالوا نشوف حبايبي يلا أول كويز مدهنا. بيقول لي أمير is a vet، يعني أمير ده vet حبايبي يعني طبيب بيطري. He look after elephants، قلنا دي حبايبي حقيقة لازم تكون مضارع بسيط، وقلنا ان هي ما ينفعش يجي معاها مصدر ابدا لازم يجي معاها فعل في اس، فاقول he looks after، looks after معناها يعتني بي elephants. He must makes، قلنا must حبايبي لازم يجي وراها، برافو عليك، ومصدر يبقى لازم اقول make. He must make sure، make sure حبايبي معناها يتأكد. Must make sure they are happy and healthy، لازم يتأكد انهم سعداء وكمان بصحة جيدة. He must prepares their food، هتقول لي لا 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 لازم تكون prepare يا مستر، ليه؟ هتقول لي عشان must بيجي وراها مصدر. He mustn't give them fresh water to drink، لا يجب ان هو يديهم مية نقية، لا طبعا ده لازم، لازم اقول هنا حبايبي must. He must give them a bath، يعني لازم يحميهم ويشطفهم، يبقى لازم اقول give، ليه؟ must be جراه مصدر. He mustn't even clean their teeth، ده لازم ينظف، ما ينفعش اقول لا يجب ان هو ينظف، يبقى اكيد must not mustn't. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال التاني. بيقول لي نهال must
اب ذا كيتشن. قلنا ماست بيجي وراها هتقول لي مصدر يا مستر، يبقى تايدي. نمبر 2 will you make a lot of noise in the hospital. لا يجب ان احنا طبعا نعمل وش في المستشفى، فاكيد mustn't. نمبر 3 she is ill she must see the doctor. هي تعبانة يبقى لازم تروح للدكتور، يبقى must see مصدر. نمبر 4 you mustn't eat lessons. mustn't بيجي وراها مصدر، يبقى mustn't skip lessons يعني اوعى تفوت دروسك. نمبر 5 they go to school early. طبعا لازم نروح المدرسة بدري حبايبي، يبقى must they must go to school early. نمبر 6 بقول you must your sister. طبعا must بيجي وراها مصدر، فحاول you must help your sister يعني يجب ان انت تساعد اختك. تعالوا نشوف حبايبي الجنرال اكسرسايزز اللي موجوده في صفحه 249. بولي بريبيرد، بريبيرد حبايبي بمعنى جهزه في الماضي. سيتي مدينه كبيره، ايلاند جزيره، مونومنتس اثار، ستوريز قصص. بولي وان بليس يو ويل فايند اميزنج ايجيبشن تور جايدز از ان نوبيا. واحد من الاماكن اللي انت هتلاقي فيه مرشدين سياحيين كويسين جدا هو النوبه. I went there with my family last week. Nubia has many historical أكيد طبعا فيها إيه تاريخية، أكيد monuments. Monuments حبايبي معناها آثار. Like the great temple of Ramses II and the A of Philae. أكيد دي اسمها جزيرة فيلا، island of Philae. The hotel chef in Nubia had a delicious breakfast. يبقى أكيد ده جهز وجاهز حبايبي، اسمها prepared. تاني prepared يعني جهزة. Our guide told us a of old Nubia. أكيد قال لنا إيه عن النوبة القديمة، أكيد هقول stories. وstories حبايبي بمعنى قصص. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال التوصيل. بيقول لي I watched the beautiful a. أكيد أنا شاهدت غروب الشمس على معبد أبو سمبل، يبقى I watched the beautiful sunset over أبو سمبل. Number 1. Number 2 بيقولي we should be A يعني يجب أن نكون إيه، أكيد هقول يجب أن احنا نكون ودودين مع السياح، يبقى we should be friendly with tourists. Number 3 بيقولي he bought souvenirs يعني هو اشترى هدايا تذكارية، أكيد من السوق أو تجار السوق، فأكيد هقول from the market traders. It's number 3 we mustn't. mustn't حبايبي بيجي وراها مصدر. طب يا ترى we mustn't walk on the grass ولا we mustn't do our homework؟ هتقولي لا يا مستر we mustn't walk on the grass يعني لا يجب أن نمشي على الأعشاب. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الترتيب. وال animals وليد after looks. أكيد عايز أقول إن وليد بيعتني بالحيوانات، يبقى وليد looks after animals يعني وليد بيعتني بالحيوانات. Number 2 عندنا forget mustn't hat علي his today. طبعا عايز اقول ان علي لا يجب ان ينسى قبعته اليوم، يبقى هقول علي mustn't. mustn't بيجي وراها مصدر، يبقى forget his hat today يعني لا يجب ان هو ينسى القبعة بتاعته اليوم. Number 3 bus catches every he the morning. طبعا عايز اقول ان هو بيلحق بالاتوبيس كل صباح، يبقى هقول he catches the bus every morning يعني هو بيلحق بالاتوبيس كل صباح. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال نمبر 4. بيقول my sister usually eat yogurt for breakfast يعني اختي بتاكل زبادي في الفطار. هتقول اه my sister دي مستر مفرد، يبقى المفروض تبقى eats يعني زاوية للفعل اس. نمبر 2 I not speak French. هتقول لي اه النفي هنا مع I بيبقى بdon't ولا بdoesn't. هتقول لا مستر بdon't، فهقول I don't speak شكل ما هي. نمبر 3 you mustn't clean your teeth every day. معقولة لا يجب ان انت تنظف سنانك كل يوم؟ هتقول لا مستر you must يعني يجب. Number 4 he must talk in the library. في المكتبة المفروض ما نتكلمش، يبقى mustn't مش must. Number 5 علا study at ancient university. هتقول لي علا
بتدرس في جامعة عين شمس. بس هتقول لي ولا مفرد يا مستر، ما ينفعش اقول ستادي، لازم اقول ستاديز. ها هعمل ايه؟ هتقول لي هقلب الواي يا مستر الاي اس. ليه؟ هتقول لي عشان الدي ده حرف ساكن. تعالوا يلا حبايبي نشوف السؤال الخامس، بيقول وي فورجيت اور بوكس ات سكول. طبعا لا يجب ان احنا ننسى كتبنا في المدرسة، يبقى وي ماسنت. نمبر 2 بيقول وي جيمز افري ويكند. هنا وي حبايبي وذاي ويو والاسم الجمع بيجي معاهم، هتقول لي مصدر فلازم اقول بلاي. طبعا هنا every weekend من علامات المضارع البسيط. نمبر 3 you mustn't in the class، هتقول لها mustn't بيجي وراها مصدر يا مصر فهقول 8. نمبر 4 نهى help her sick brother، نهى تساعد اخوها المريض، طبعا اكيد هقول نهى must، must يعني يجب. طب ما ينفعش اقول mustn't، ما ينفعش طبعا. طب don't، اولا انها ما تاخدش don't. طب or، هتقول لي or be وراها verb plus ing. تعال نشوف نمبر 5، واللي مسز سهى doesn't a us English، هتقول لي don't و doesn't، حضرتك قلت لها مصدر لازم يجي وراهم مصدر فلازم اقول teach، يبقى doesn't teach us English. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال السادس، وده سؤال الترقيم، بيقول لي my uncle is a taxi driver. طبعا my الام، uncle is a taxi driver، مفيش اي حاجة غير الفول ستوب. I want to be a tour guide، طبعا I capital في اي حتة حبايبي. Want to be a tour guide، في الاخر حبايبي احط الفول ستوب الجميلة بتاعتي. واللي مديها لي على حفظي للكلمات، عندنا كلمة exciting حبايبي بمعنى مثير، عندنا كلمة boring حبايبي بمعنى ممل، fence يعني سور، عندنا buzzing بمعنى الطنين. نمبر 1 بيقول لي the bees are a all the day، بيقول لي ان النحل حبايبي بيعمل ايه طول اليوم، اكيد بيزن طول اليوم بيصدر طنين، فاكيد هقول buzzing. و am is where حبايبي بيجي وراها verb plus ing. نمبر 2 بيقول لي the film is a so I stopped watching it، طالما توقفت عن المشاهدة حبايبي يبقى اكيد الفيلم ده كان بورينج، بورينج حبايبي بمعنى ممل. نمبر 3 بيقول حامد built a strong to protect the garden، اكيد هيبني ايه قوي عشان يحمي بيه الحديقه، اكيد هتقول لي فنس، فنس حبايبي بمعنى جد. تعال حبايبي بقى نشوف الجنرال اكسرسايز اللي هو مديها لي على الدرس ده في صفحه 255، عندنا كلمه وات معناها ما او ماذا، عندنا كلمه ستوب يعني يتوقف او يوقف، عندنا كلمه working يعني العمل حبايبي، عندنا كلمة carry يعني يحمل، ولو جه معاها on حبايبي يبقى استمر، عندنا fun طبعا اللي هي المتعة أو المرح. grasshopper بيكلم ال ant، لها what are you doing ant، أكيد هتقول له I am working، I'm working حبايبي يعني أنا أعمل. but it's a beautiful day why don't you a working، لماذا لا تتوقف يعني العمل، يبقى أكيد stop. But I need to a on with my work، يعني أنا عايز أستمر، قلني أستمر حبيبي اسمها carry on. فالجراسوبر قال we must have a working is so boring، فقول إحنا لازم نستمتع يبقى we must have fun، العمل ده ممل. قالت له no we must think about the future، لازم نفكر في المستقبل. تعالوا نشوف حبايبي السؤال التاني، سؤال التوصيل، بيقول the bees are، طبعا النحل بيعمل ايه؟ بيصدر طنين حبايبي وبيعمل بجد، يبقى are buzzing and working hard. نمبر 2 بيقول لي the grasshopper spends، بيقول لي ان الجراد حبايبي كان بيقضي معظم الوقت في الاسترخاء والراحه، فاكيد spends most of his time relaxing. It's number 2. Number 3 the man is resting، يعني الرجل يرتاح، اكيد هقول على الشجره فاقول against a tree، تاني against a tree يعني على الشجره. Number 4 بيقول winter is، يا ترى الشتاء ده hot or cold، هتقول لها مستر هو cold يعني بارد. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب، وال flowers full of the gardens are، كده عايز اقول الحدائق مليئة بالزهور، فهقول the gardens يعني الحدائق are full of flowers يعني مليئة بالزهور. Number 2 lovely it a day is، عايز اقول ده يوم جميل، يبقى it فعل بتاع is، الصفة لازم تيجي الاول قبلها a، يبقى it's a lovely
day. Number three, Bullet Garden looks he over the fence. أكيد أنا عايز أقول هو نظر من على سور الحديقة، فهقول he looks over the garden fence، يعني هو نظر من على سور الحديقة. Think must we the about future، عايز أقول يجب إن احنا نفكر في المستقبل، يبقى we must think about the future، يعني يجب أن نفكر حبايبي في المستقبل. تعالوا نشوف حبايبي، يلا السؤال الرابع، سؤالي الاختياري، بيقول لي to a on the door before she entered. طبعا بيقول لي تو عملت ايه في الباب قبل ما تدخل حبايبي، اكيد لازم تخبط على الباب، يعني ايه خبط حبايبي؟ يبقى نوكت. طبعا خلي بالك الكي هنا سايلنت. نمبر 2 ذا ار اولويز بازنج، مين اللي بيزن ويعمل طنين على طول؟ هتقول لي ذا بيز، بيز حبايبي اللي هو النحل. نمبر 3 بيقول لي ذا جراس هوبر دازنت لايك تو ورك، طبعا طالما ما بيحبش يشتغل يبقى ده اكيد وصفه lazy، وليزي حبايبي بمعنى كسول. نمبر 4 بيقول لي I can't climb the garden A because it's high، مش هقدر اتسلق ايه الحديقة لانه عالي، فاكيد the garden fence، fence حبايبي بمعنى سور. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال البنكتويشن، بيقول لي punctuate the following sentence. It's اكيد الاي كابيتال عشان في اول الكلام، وابوستروفي اس اكيد، important to think about the future، في الاخر حبايبي احط الفلسطوب بتاعتي لان دي جملة عادية. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الباراجراف بتاعنا، واللي بيكلمني عن lazy grasshopper، الجراد الكسلان. طبعا ممكن ابدأ الجملة بتاعتي ب there is a grasshopper، يعني حبايبي يوجد جرادة. طبعا هقول ان هي كسلانة او ان هو كسلان، يبقى it is very lazy، يعني هو كسلان جدا. هقول طبعا ان هو بيقضي معظم وقته في الاسترخاء، فهقول it spends most of its time relaxing، يعني هو بيقضي حبايبي معظم وقته في الاسترخاء. طبعا doesn't work، هقول طبعا هو ما بيحبش يشتغل، يبقى هقول it doesn't like to work، ما بيحبش ايه حبايبي؟ يشتغل. فهقول هو دايما جعان، فهقول he is always hungry، وانه hungry حبايبي بمعنى جوعان. he doesn't have any food، يعني حبايبي ما عندوش اي طعام. انا كده كتبت باراجراف بسيط وسهل جدا عن الجراسهوبر اللي هو lazy. في اول كويز معانا بيقول لي استمع وبعدين سيركل، المفروض ان انا بسمع والكلمة اللي انا بسمعها في كل واحدة من الاتنين بحط عليها دايرة. اي يا ترى فين اي؟ هتقول لي دي. توي يا ترى فين توي؟ هتقول لي دي. ماوس ماوس اهو اللي فوق. بوينت بوينت اهو اللي فوق. يبقى اي توي ماوس اند بوينت. تعالوا يلا حبايبي نجيب اسم الوظيفة من كل كلمة من دول. بولي she is a، طبعا هنا هحط اللاحقة بتاعتي عشان يدينا الوظيفة، يبقى she is a pianist، pianist حبايبي بمعنى عازف بيانو. he is a journal، هتبقى journalist، journalist حبايبي بمعنى صحفي. my father is a science، او اللي هو scientist، scientist حبايبي بمعنى عالم. the reception works in hotel، اكيد receptionist.
receptionist حبايبي بمعنى موظف استقبال. Number five, my sister is a biology. بيولوجي اللي هو علم الأحياء، يبقى biologist. biologist حبايبي بمعنى عالم أحياء. تعال حبايبي يلا نشوف الـ general exercises اللي هو مديهالي على الدرس ده في 259. بقول له listen and write the missing sound. أول كلمة طبعا كلمة light، قلنا light حبايبي بمعنى كشاف أو ضوء. الـ IGHT biologist، برافو عليك، يبقى ناقصة الـ IST toy، برافو عليك، وناقصة الـ OY town، ممتاز. الـ OW mouse، برافو عليك، وناقصة الـ O والـU. بقول له listen، استمع and circle the words with OI and I sounds، يعني الكلمات اللي فيها OI الديفثونج ده والـ I. down هتقول لي لا يا مستر، light أيوة فيها I، enjoy برافو عليكم فيها I، number two point جميل فيها I، toy برافو عليكم فيها I، town لا ما فيهاش اي صوت من الاثنين، loud لا مستر ما فيهاش، noise فيها I noise، brown هتقول لا مستر ما فيهاش، enjoy فيها اوي ساوند، لاود ما فيهاش، طب بوي هتقول فيها اوي ساوند. تعال حبايبي يلا، بيقول لي انظر واكمل الجمل دي. بيقول لي شي از ا، طبعا قلنا دي موظفه استقبال تبقى ريسبشنست. ريسبشنست يعني موظفه استقبال. شي از ا اكيد طبعا بيانست، بيانست يعني عازفه بيانو. شي از ا اكيد جورنالست، وأن الجورناليست حبايبي بمعنى صحفية جورناليست. تعالوا نشوف حبايبي يلا آخر سؤال معنا هو نمبر 4، بقول لي she is a، طبعا هنا أكيد عايز الوظيفة، فين الوظيفة حبايبي؟ جورناليست، وجورناليست يعني صحفية. نمبر 2 بقول لي she played the piano very well، she is a يعني بتلعب البيانو كويس جدا، يبقى أكيد هي بيانيست، بيانيست يعني عازف البيانو. نمبر 3 بقول لي the word had the sound او او اكيد كلمة براون، براون يعني بني. نمبر 4 بقول we add the suffix يعني بنحط اللاحقة اي to the word reception to mean the job، عشان تدينا الوظيفة هتقول لي IST عشان تبقى receptionist، receptionist يعني موظف استقبال. نشوف حبايبي المثال التاني، بيقول لي what's the most popular job، يعني هي اكتر وظيفة محبوبة. طبعا مديني الداتا البيانات في التابل ده، بقول لي what job do you want to do، يا ترى ايه الوظيفة اللي انت عايز تأديها. طبعا لقينا اللي عايز يبقى police officer 16، a teacher 24، farmer 20، animal keeper يعني حارس الحيوان 8، a dentist 13، and doctor 19. طبعا لو بصينا هنا اكتر وظيفة مطلوبة هنلاقيها teacher، لان 24 persons want to be teachers، عايزين يكونوا مدرسين. فلما اقول طبعا what's the most popular job اكيد هقول the teacher يعني المعلم. تعال نشوف حبايبي general exercises اللي هو مدهالي على الدرس ده. بقول لي the following table shows the favorite TV programs for 40 pupils، يبقى احنا عندنا هنا المجموع حبايبي 40 pupils يعني 40 طالب. طيب بيقول لي represent this data، represent this data by a pie chart، احنا هنمثل ده برسم بياني دائري. طبعا عندنا هنا 10 pupils like sports، 5 pupils like news، and 5 pupils like cartoons، and 20 like movies، يعني 20 منهم بيحبوا الافلام. طبعا حبايبي شكل ما عملنا في المثال بتاعنا المفروض ان انا همثل ده على شكل قصور. قلنا العدد الكلي حبايبي هو 40، فطبعا كل ده هيبقى على ال 40 على ال 40، كل ده هيبقى المقام بتاعه 40. يبقى اذا الطلبة اللي بيحبوا السبورتس 10، والطلبة اللي بيحبوا النيوز 5، واللي بيحبوا الكارتونز 5، واللي بيحبوا الموفيز 20. طب هل احنا ممكن نختصر كل الارقام دي؟ هتقول لي ايوه مصر، لو هنا شلنا الزيرو والزيرو هيبقى لي هنا كوارتر يعني ربع، يبقى اذا ربع الطلاب بيحبوا السبورتس. طيب هنا الاثنين هيقبلوا على 5، 5 divided by 5 is 1 and 40 divided by 5 is 8، يطلع حبايبي ده 8،
يعني 1/8. طيب دي نفس الكلام فهتطلع اكيد 1/8. طيب طبعا يا حبايبي هنشيل ال 2 zeros والاتنين يقبلوا على ال 2. 2 divided by 2 is 1 and 4 divided by 2 is 2. يبقى هتطلع دي حبايبي half. تعالوا يلا نقسم الدايرة بتاعتنا. المفروض ان اكبر مقام هنا هو 8، المفروض نقسمها ل 8 لتمن اجزاء متساوية. بس حبايبي تعالوا يلا نعمل القطر الاولاني، هنعتبر ان ده مركز الدايرة وادي القطر، طبعا بعمله بالمسطرة حبايبي. ادي القطر الاول وادي كمان القطر الثاني، كده 4/4. طبعا مين اكبر حاجة هنا حبايبي؟ هتقولي اللي بيحبوا الموفيز، لان دول طلعوا نص، فاخد نص الدايرة دي حبايبي ولونها بلون واحد وليكن اللون الاحمر، وبعدين اكتب عليها موفيز. موفيز حبايبي اللي هي الافلام. طيب احنا قلنا ربعهم بيحب السبورتس، فهاخد الربع ده ولونه بلون تاني واكتب عليه سبورتس يعني الرياضة. يبقى قالي الربع الباقي وده بينقسم لتمنين اتنين، يبقى انا هقسمهم اتنين كده حبايبي بالتساوي. خلاص اتنين بالتساوي، وخلي تمن منهم اكيد للكرتون، لأفلام الكرتون، والتمن التاني حبايبي هيكون للنيوز يعني للأخبار، ولون كل واحد بلون مختلف. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال اللي بعده، صفحة 262، وده بيقول لي match the tables to the pie charts. المفروض ان انا بوصل الجداول دي بكل رسم بياني دائري خاص بيها. طبعا حبايبي هنلاحظ ان كل الجداول دي المجموع فيها 10، عشان كده هو مقسم لي كل الدوائر دي لعشر اجزاء بالتساوي. نمبر 1 بيقول لي do you want to work indoors or outdoors؟ يعني هل انت تريد ان تعمل خارج المنزل ولا داخل المنزل؟ طبعا اللي بيحبوا يعملوا داخل المنزل دول 7، واللي بيحبوا يعملوا outdoors دول 3، فالمفروض ان احنا هناخد 3 ل7، يبقى اكيد 3 دوائر ل7. فين التلاتة؟ ادي 1 2 3، وادي 1 2 3 4 5 6 7. يبقى اذا هوصل واحد بسي، يبقى 3 الاصفر دول يبقى outdoors، ودول طبعا indoors. تاني التلاتة دول هيبقوا outdoors والسبعة indoors. طب تعال نشوف نمبر 2، بقولي do you want to wear a uniform at work؟ يعني هل تريد أن ترتدي زي موحد في العمل؟ تاني هل تريد أن ترتدي زي موحد في العمل؟ قال لي اللي عايزين يرتدوا زي موحد اللي هو جاوب yes 2، واللي جاوب no 8. طبعا فين هنا 2 وال 8؟ ادي 2 وادي ال 8. طبعا ال 2 اللي جاوبوا yes يعني عايزين يرتدوا زي موحد في العمل، وال 8 اللي جاوبوا no، يبقى الجدول التاني حوصلوا ببي. نمبر 3 بيقول لي do you want to work with animals؟ يعني هل تريد ان تعمل مع الحيوانات؟ طبعا هنا اللي جاوب yes 1 واللي جاوب no 9، يبقى هشوف فين 1 و9. واحد بلون و9 بلون، على طول هطلع على A، يبقى اكيد A رقم 1 ده yes والباقي كله حبايبي no. تاني ده yes والباقي كله no. نمبر 4 بيقول لي do you want to work in an office؟ يعني هل تريد ان تعمل في مكتب؟ طبعا اللي جاوب بيس حبايبي 5 واللي جاوب نو برضو 5، يعني معناه ان هم متساويين نص ونص، فاكيد طبعا دي هتبقى دي، ادي نص وادي نص، دول 5 ودول كمان. تعالوا حبايبي يلا نشوف اول كويز مدهلنا على الكلمات. عندنا كلمة scare يعني يخيف، عندنا كلمة operation يعني عملية جراحية، عندنا كلمة vet يعني طبيب بيطاري، عندنا كلمة worst يعني الأسوأ. نمبر 1 بيقول لي my pet يعني حيواني المدلل is sick يعني مريض. it needs an، أكيد it needs an operation يعني حبايبي محتاج عملية. تاني it needs an operation يعني محتاج عملية. نمبر 2 بيقول لي a helps animals get better، مين اللي بيساعد الحيوانات إنها تبقى أفضل؟ أكيد a vet يعني الطبيب البيطري. نمبر 3 بيقول لي the dogs me so I don't like playing with them، بيقول لي ان الكلاب ايه عشان كده ما بحبش العب معاها، اكيد بتخوفني، يبقى the dogs scare me. scare me يعني بتخوفني. تعالوا نشوف حبايبي يلا الموضوع بتاعنا تعالوا نشوف حبايبي يلا general exercises اللي هو مديها لي على الدرس الخامس والسادس. اول سؤال حبايبي مديني الكلمات better يعني افضل، animals يعني حيوانات، sick يعني مريض، operation يعني عملية جراحية،
biography يعني سيرة ذاتية. بقول my name is Reem يعني أنا اسمي ريم. I'm a vet يعني أنا طبيبة بيطرية. I work with A and I love my job. أكيد I work with animals يعني أنا بعمل في مجال الحيوانات. If animals are or injured I help to make them A. أكيد لما الحيوانات بتكون مريضة أو مصابة يبقى if animals are sick or injured I help to make them أكيد better يعني أنا بخليهم أفضل. Some days I work inside and people bring their animals to me. If an animal needs A, the room has to be very clean. طبعا أكيد لو الحيوان محتاج عملية يبقى an operation. Operation حبيبي بمعنى عملي. أكيد الغرفة لازم تكون نظيفة جدا جدا. تعال نشوف حبيبي السؤال التاني هو سؤال التوصيل. بيقولي think about traveling. طبعا واحنا بنفكر في الوظيفة لازم نفكر في السفر لمسافات طويلة. فأقول think about traveling. برافو عليكو. long distances يعني مسافات طويلة. number two bullet can be very dirty يعني ممكن يكون متسخ جدا. فيني مكان حبيبي؟ اكيد in barns. in barns حبيبي في حظيرة الحيوانات. barn اللي هي حظيرة الحيوانات. number three بقول I love solving. اكيد انا بحب حل ايه؟ هتقول لي حل المشاكل يبقى solving problems. number four بقول I work in a team when بقول لي انا بعمل في فريق. when ايه؟ اكيد when I'm playing football لما اكون بلعب حبايبي كرة قدم يبقى اكيد دي number four. I help mom in the اكيد انا بساعد ماما فين؟ هتقول لي في المطبخ في البيت يبقى in the kitchen at home. تعالوا نشوف حبايبي السؤال الثالث وسؤال الترتيب. بقول لي of the football the aim to win is team. طبعا عايز اقول هدف فريق كرة القدم ان هو يكسب. فاذا هقول the aim of the football team is to win يعني الهدف من فريق كرة القدم حبيبي ان هو يكسب. number two add good I am new friends making. طبعا عارفين ان good add بيجي وراها verb plus ing فهقول انا جيد في تكوين صداقات. I am good at making طبعا هنا الاصدقاء قبل كلمة new يبقى new friends يعني انا جيد في تكوين صداقات جديدة. number three I won't be I to biologist عايز اقول انا اريد ان اكون عالم احياء. فاذا هقول I want to be a biologist. هنشوف حبيبي number four a scientist would you to be like طبعا عايز اقول له هل تريد ان تكون عالم؟ يبقى هقول اكيد would you like to be a scientist يعني هل تريد ان تكون عالم. number five عندنا out he solutions best the works طبعا حبايبي عايز اقول ان هو بيستنتج افضل الحلول. فاذا هقول he استنتج حبايبي اسمها works out the best solutions يعني هو بيستنتج افضل الحلول. تعالوا نشوف حبايبي السؤال الرابع في صفحة 269. بقولي hello I'm Ahmed when I was young I knew I didn't want to work with animals ما كنتش عايز اشتغل في مجال الحيوانات لما كنت صغير. they scare me كانوا بيخوفوني. I'm not keen on being outside وكمان ما بحبش ابقى خارج المنزل. So I wanted an office job كنت عايز وظيفة مكتبية. When I was young I loved playing computer games كنت صغير كنت بحب ألعاب الكمبيوتر. I also really enjoy solving problems كنت بحب حل المشاكل. So in my job I do both في وظيفتي أنا بعمل الاتنين. I also enjoy working with other people. There are 16 people in my team. We don't always agree يعني احنا مش على طول متفقين but we work out the best solutions بنستنتج أفضل الحلول.
نمبر 1 بيقولي احمد didn't want to work with، احمد ما كانش عايز يشتغل في مجال ايه؟ اكيد animals، الحيوانات. نمبر 2 بيقولي احمد loved playing games when he was young، اكيد computer games، computer games حبيبي اللي هي العاب الكمبيوتر. نمبر 3 بيقولي احمد works in a، يعني احمد بيشتغل في ايه؟ اكيد in a team، يعني في فريق. تعالوا نشوف نمبر 4 بيقولي what does the underlined pronoun they refer to، they حبيبي اللي في القطعه لما قال they scare me يعني هم بيخوفوني، اكيد عايده على animals يعني animals حبيبي الحيوانات. طب نمبر 5 بيقولي what do احمد and his team do، يعني احمد وفريقه بيعملوا ايه؟ قال لي طبعا ان هم بيستنتجوا افضل الحلول، يبقى هقول they work out the best solutions، يعني حبايبي بيستنتجوا افضل الحلول. تعال حبايبي يلا نشوف السؤال الخامس، هو سؤال اختياري بيقول لي نمبر 1 I'm playing A in a team، طبعا هلعب ايه في دول حبايبي؟ في فريق، اكيد طبعا التشيس ما بيتلعبش في فريق، هو واحد بس، فعشان كده هقول فوتبول، كرة القدم. نمبر 2 بيقول I enjoy new friends، طبعا enjoy بيجي وراها verb plus ing، طب يعني ايه تكوين صداقات جديدة اسمها making new friends. نمبر 3 بيقول it's a to think about working in a team، طبعا اكيد حبايبي it's important يعني من المهم ان تفكر في العمل في فريق، فاكيد هقول it's important to think about working in a team، يعني من المهم ان تفكر في العمل في فريق. نمبر 4 بيقول a vet helps animals to get better، افيت اللي هو الطبيب البيطري حبايبي، هيلبس مين انيمالز؟ اكيد هيساعد الحيوانات انها تتحسن، اكيد سيك انيمالز، سيك انيمالز حبايبي اللي هي الحيوانات المريضه. تعالى يلا نروح للاسئله اللي صفحه 270 ودي اللي بيضربني فيها على السكيلز، سواء كان الدكتيشن الاملاء والريدنج او اللانجوج او الرايتنج او البروجكت بتاعنا. تعال نشوف اول مثال معانا يلا بقول ريد اند رايت ذا مينينج، تعالى يلا نقرا الكلمات ان انجلش ونجيب المعاني بتاعتها ان عربيك باللغه العربيه. عندنا كلمة receptionist يعني موظف استقبال، ecosystem يعني نظام بيئي، non-living things قلنا يعني كائنات غير حية، seaweed يعني عشب بحري، tourism يعني سياحة. تعالى في الجزء الثاني المفروض ان هو جايب لي كلمات ان عربيك وانا بحولها ان انجلش، عندنا حفلة موسيقية يعني كونسرت، عندنا طنين النحل اسمه بازينج، تاجر تريدر، عندنا عملية جراحية اوبريشن، وعندنا صحفي يعني جورناليست. تعال نشوف حبايبي يلا السؤال اللي بعده بيقول لي living or non-living is something that is alive، alive حبايبي يعني حي او على قيد الحياة، طيب طالما هو حي يبقى اكيد living. number 2 بيقول لي this animal is sick يعني الحيوان ده مريض، so it needs an، طالما هو مريض يبقى اكيد محتاج عملية، والعملية حبايبي اسمها operation، operation يعني عملية. number 3 بيقول لي I work in a when I play football، طالما بلعب كرة القدم دي لعبة جماعية اصلا يبقى انا كده بعمل في فريق، يبقى in a team. تعال نشوف حبايبي السؤال للقواعد بيقول لي you tidy up your room، طبعا ترتب غرفتك اكيد دي حاجة كويسة فلازم اقول you must، يبقى you must tidy up your room. تعال نشوف number 2 بيقول لي you mustn't too loud music، طبعا هنا mustn't يعني لا يجب، وقلنا must و mustn't حبايبي بيجي وراهم الفعل في المصدر بدون اضافات، يبقى you mustn't listen يعني لا يجب ان تستمع للموسيقى الصاخبة. number 3 بيقول لي he always hard for his exams، يعني هو دايما ايه بجد للامتحانات، اكيد طبعا studies. طب ليه يا مستر ما قلتش study؟ قلنا حبايبي مع هي وشي وات والاسم المفرد بجيب فعل في اس اور اي اس، ما ينفعش ابدا اجيب مصدر، والعكس بالعكس يعني مع الجمع مستحيل ابدا اجيب فعل في اس، لازم اجيب فعل في المصدر. تعال حبايبي يلا على السؤال رقم 4 مديني insects يعني حشرات، والروكس يعني صخور، والسيويد يعني عشب بحري، والتري يعني شجره، ووتر يعني ماء، وكراب يعني كابوري. تعالوا نشوف حبايبي يلا واحده واحده، عندنا كلمه insects، insects طبعا يعني حشرات، والحشرات طبعا كائنات حيه فلازم اكتب هنا insects. طب تعال نشوف روكس، هتقول لي روكس دي يا مستر يعني صخور، والصخور دي حبايبي كائنات غير حية فبالتالي هكتب الروكس هنا.
طيب تعال نشوف سيويد. سيويد حبايبي يعني اعشاب بحريه، والاعشاب البحريه او الطحالب حبايبي دي كائنات حيه، فبالتالي هكتب هنا سيويد. طيب تري، طبعا التري برضو الشجره من الكائنات الحيه، يبقى هكتبها هنا. طب الووتر، هتقول لي لا يا مستر الووتر كائن غير حي. طيب عندنا الكراب، هتقول لي ايوه يا مستر ده كائن حي. يبقى اذا الكائنات الحيه هي انسكتس، سيويد، تري، كراب، والكائنات الغير حيه حبايبي هي الروكس وكمان الووتر. تعال حبايبي يلا نروح لصفحه 273 واللي بيديني فيها اسئله الترتيب، وشكل ما احنا عارفين بيجيب لي جمل خبريه وبعدين جمل امريه وبعدين جمل استفهاميه، سواء بتبدا باداه استفهام او بتبدا بفعل مساعد. نمبر 1 عندنا works رانا animals with، طبعا عايز اقول ان رانا بتعمل مع الحيوانات، فطبعا الفعل بتاعي اكيد رانا، الفعل بتاعي اكيد works يعني تعمل، وبقيه الجمله حبايبي with animals. تعال نشوف نمبر 2، بيقول work we solutions the best out، طبعا اكيد عايز اقول ان احنا بنستنتج افضل الحلول. طيب يعني we work out the best solutions، تعال بقى نحطها في الجدول بتاعنا. الفعل بتاع حبايبي هو we، طب الفعل بتاعنا هو كلمه work out يعني بنستنتج، وبقيه الجمله اكيد the best solutions يعني افضل الحلول، يبقى احنا بنستنتج افضل الحلول. تعالوا نشوف يلا الجمل الامريه، واحنا قلنا الامر يبدا بفعل امر يبدا بالنهي بكلمه don't. طبعا اول جمله عندنا in work a team، طبعا بقول اعمل في فريق، فبالتالي هقول work ادي مصدر الفعل حبايبي، وبقيه الجمله in a team. نمبر 2 talk the library in don't، اكيد هقول لا تتكلم في المكتبه، طبعا يبقى هبدا هنا بدونت ودي اداه نهي، الفعل بتاع اللي في المصدر اكيد توك، وبقيه الجمله حبايبي in the library يعني لا تتكلم في المكتبه. تعالوا نشوف حبايبي يلا الاسئله بنوعيها الاثنين، عندنا ار واي ecosystems important، طبعا عايز اقول ليه ان الانظمه البيئيه مهمه، طبعا اكيد هقول واي ار ecosystems important، فإذا كلمة الاستفهام بتاعتي أكيد هي why، فعل المساعد أكيد هو or، والفعل بتاعي echo systems يعني الأنظمة البيئية. طب في فعل أساسي هتقول لي لا، طيب في هنا صفة وهي كلمة important، important حبايبي بمعنى مهم أو هام. تعال نشوف السؤال الثاني، is the job part of what the worst، طبعا أنا عايز أقول ما هو أسوأ جزء في الوظيفة، أنا هسأل what is the worst part of the job، فإذا هقول what ادي أداة الاستفهام، is ادي الفعل المساعد بتاعي، the worst part يعني أسوأ جزء، وبعدين أكمل حبايبي in the of the job يعني في الوظيفة of the job. تعال نشوف حبايبي الأسئلة اللي بتبدأ بفعل المساعد، عندنا plants do need water sunlight and، طبعا عايز أقول هل النباتات بتحتاج لمية وضوء، أكيد هقول do أدي الفعل المساعد بتاعي، plants النباتات حبايبي الفعل الأساسي أكيد need يحتاج، وبقية الجملة sunlight and water or water and sunlight. هنشوف نمبر 2، بقول it is important to a team work in، طبعا اكيد عايز اقول هل من المهم انك تعمل في فريق، اكيد هقول is it، وكمل حبايبي important يعني هل من المهم to work in a team يعني هل من المهم انك تعمل في فريق، تاني is it important to work in a team يعني هل من المهم ان تعمل في فريق. تعال نشوف حبايبي بقى general exercises اللي على الوحدة الخامسة واللي بتبدأ بسؤال listening، المفروض ان انا بسمع وبشوف الكلام ده true ولا false. بقولي when you work in a team، لما بتشتغل في فريق، you work with other people to do something together، كي بتشتغل مع ناس عشان تأدوا اشياء مع بعض. For example, the aim of a football team is to win. You work with your teammates to do this. You can't win a football match alone. When I help my mom in the kitchen at home,
I work in a team، يعني لما بشتغل مع ماما في المطبخ في البيت يبقى انا كده بعمل في فرق. لو شفنا اول سؤال حبيبي بقى بيقول لي you don't work with people when you are in a team، اكيد طبعا الكلام ده false. نمبر 2 بيقول لي انت ما بتشتغلش مع ناس لما بتكون شغال في فريق، غلط طبعا اكيد شغال مع ناس. نمبر 2 بيقول لي the aim of a football team is to win، طبعا الهدف من فريق كرة القدم ان هو يكسب، اكيد طبعا الكلام ده true. نمبر 3 بيقول لي you work with your teammates to win، يعني انت بتشتغل مع اصدقائك في الفريق عشان تكسب، اكيد برضه true. نمبر 4 بيقول لي to win in a football match you must work alone، لازم تشتغل لوحدك، اكيد طبعا الكلام ده false، you must work with the team. تعالوا نشوف السؤال التاني حبايبي، مديني كلمة doctor يعني طبيب طبعا، مديني كلمة night يعني ليل، ومديني كلمة sick يعني مريض، ومديني طبعا كلمة job يعني وظيفة، ومديني حبايبي كلمة vet يعني طبيب بيطري. A بيقول hello what do you want to be، ماذا تريد أن تكون؟ فقال I want to be A، أكيد أنا عايز وظيفة، فلازم أشوف يا ترى دكتور ولا vet، لما أكمل يبقى لازم أكمل. Why do you want to be a vet؟ قال له ليه أنت عايز تكون طبيب بيطري؟ يبقى إذن هو قال له فوق I want to be a vet، يعني أنا عايز أكون طبيب بيطري. فقال له ليه عايز تكون طبيب بيطري؟ قال because I love helping animals، بقوله لاني بحب ايه الحيوانات، اكيد طبعا بحب مساعدة الحيوانات المريضة، يبقى اكيد sick animals. What's the worst part of this A، يعني هو اسوأ شيء في الوظيفة دي، يبقى of this job. قاله it's when the animal gets sick at، اكيد at night، يعني لما الحيوان بيمرض بالليل I have to go out or to get out of bed، لازم انهض من السجن. تعال حبايبي نشوف سؤال الترتيب، واللي need survive animals food to and water، اكيد طبعا الحيوانات حبايبي محتاجة لطعام وشراب عشان تقدر تعيش، اكيد حول animals يعني الحيوانات need يعني محتاجة حبايبي food طعام and water ومية to survive يعني عشان تقدر تبقى على قيد الحياة. Number two will works a tour in guide tourism، أكيد عايز أقول المرشد السياحي بيشتغل في مجال السياحة، أكيد هقول a tour guide يعني المرشد السياحي، works بيعمل in tourism يعني في مجال السياحة. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي resting a tree against is he، طبعا اكيد عايز اقول ان هو مرتاح على الشجره، فهقول he is وراها verb plus ing resting against يعني على a tree يعني هو مسترخي على شجره. نمبر 4 بيقول لي quiet you be must library in the، عايز اقول ان انت يجب انك تكون هادي في المكتبه، أكيد هقول يو وأنا بجيب وراها must وmust be وراها مصدر، يبقى you must be quiet in the library يعني يجب أنك تكون هادي في المكتبة. تعالى حبايبي نشوف سؤال اختياري، نمبر 1 بيقول يو ايه يوز ذا سيلفون وين يو درايف، طبعا لما تسوق لا يجب ان انت تستخدم التليفون، فاكيد هقول يو ماسنت يوز ذا سيلفون، سيلفون حبايبي الهاتف الخلوي الجوال المحمول. نمبر 2 بيقول لي هي ايه هيز هاندز بيفور ايتينج، طبعا قلنا اوعى تنسى ان هي وشي وات والاسم المفرد بيجي معاهم فعل في اس، اما وي وذي ويو والاسم الجمع بيجي معاهم مصدر، فبالتالي هقول حبايبي واشز. نمبر 3 بيقول ايكوسيستم يعني النظام البيئي، the between living and non-living things، اكيد ده العلاقه بين الكائنات الحيه والغير حيه، فين حبايبي كلمه علاقه اسمها connection. تعال نشوف نمبر 4 بيقول يوسف plays the piano، يعني يوسف بيلعب البيانو، هي از اي اكيد يبقى هي از ا بيانست، وقلنا السفكس اللي بتيجي في الاخر اي اس تي بتدينا الوظيفه. نمبر 5 بيقول يو ايه فورجيت يور بوكس، طبعا اوعى تنسى، لا يجب ان انت تنسى، فاكيد هقول يو ماسنت فورجيت يور بوكس. تعال يا حبايبي نشوف سؤال القطعه، بيقول لي توداي مور ذان 3 مليون بيبل ان ايجيبت ورك ان توريزم، دلوقتي 3 مليون شخص بيعملوا في السياحه في مصر. There are hotel managers, waiters, chefs, boat captains, hotel workers, farmers, drivers and shop owners، طبعا الوظائف دي كلها حبايبي بتعمل في مجال السياحه.
All of these people helped to make Egypt one of the world's best places to visit for a holiday. الناس دي كلها بتجعل مصر واحدة من أفضل البلاد اللي ممكن تزورها للأجازة. And of course, one of the most important jobs is a tour guide. واحد من أهم الوظائف دي هي المرشد السياحي. Tour guides show tourists the country they are visiting. طبعا بيوروا لهم البلد اللي هم بيزوروها. They need to know about the places that the tourists want to visit. طبعا أكيد لازم يكونوا على دراية بالأماكن اللي السياح بيزوروها. But they also need to be friendly, لكن لازم يكونوا كمان ودودين and welcoming ومرحبين so that the tourists have a good holiday. عشان السياح يقضوا اجازة جامدة. تعال حبايبي نشوف اول سؤال معانا، بيقول tour guides show tourists the country. اكيد طبعا بيوروهم البلد، اكيد طبعا الكلام ده true صحيح. Tourists want to visit many places in Egypt. يعني السياح بيحبوا يزوروا اماكن كتير في مصر، اكيد طبعا true. Number three, بيقول tour guides shouldn't to be friendly. لا يجب ان يكونوا ودودين مع السياح. هتقول طبعا اكيد false، خطأ. تعال نشوف السؤال الرابع، بيقول لي how many people work in tourism in Egypt. يعني كم عدد الناس اللي شغالة في السياحة في مصر؟ شكل مقلل في القطع حبايبي ان هم more than، يعني اكثر من 3 مليون people، يعني اكتر من 3 مليون شخص. السؤال اللي بعده بيقول what's the most important job in tourism. يا ترى ايه اهم وظيفة في السياحة؟ اكيد طبعا the tour guide، ده تور جايد حبايبي اللي هو المرشد السياحي. تعال نشوف حبايبي سؤال التلقين، بيقول لي what do you do. what do you do يعني ماذا تفعل؟ اكيد W capital عشان في اول الكلام، do you do، وفي الاخر طبعا حط question mark يعني علامة استفهام. تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي I want to be a crafts person، يعني انا عايز اكون حرفي. طبعا I capital عشان في اول الكلام، want ما فيهاش اي حاجة، to be برضو a crafts person، وفي الاخر حبايبي حط فلسطين. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال باراجراف اللي بيقول لي اتكلم فيه عن الديزرت ايكو سيستم، يعني النظام البيئي الصحراوي. طبعا هنا لما ابدا الجمله الافتتاحيه هقول طبعا ان النظام البيئي في الصحراء ده رائع، يبقى هبدا اقول اكيد ذا ديزرت ايكو سيستم is amazing. amazing يا حبايبي بمعنى مدهش. طبعا هقول ان هو جزء من العالم الطبيعي، فهقول it's part of the natural world، يعني هو جزء من العالم الطبيعي. تاني it's part of the natural world، وطبعا احنا عارفين ان كل حاجة في العالم الطبيعي مرتبطة ببعضها، فأكيد هقول everything in the natural world is connected. connected حبايبي يعني مرتبط. عايز اقول يوجد حيوانات مختلفة في النظام البيئي الصحراوي، اكيد شكل الثعالب والغزلان، يبقى هقول there or different animals، يعني يوجد حيوانات مختلفة in the desert ecosystem like دي معناها مثل حبايبي foxes and gazelles، يعني شكل الثعالب والغزلان. اكيد هقول برضو ان يوجد نباتات مختلفة حبايبي شكل التمرسك، يبقى هقول there are also دي معناها ايضا different plants like tamarisk. طبعا هو دي نبات كمان and acacia. ويبقى انا كده كتبت باراجراف بسيط جدا حبايبي عن الحياه في النظام البيئي الصحراوي. وبكده حبايبي يبقى احنا انتهينا من دراسه الوحده الخامسه بالكامل مع حل تمارينها. انتظرونا ان شاء الله مع بدايه الدرس الاول
في الوحدة الستة واللي عنوانها هيكون What's the weather like، يعني بتكلمني عن الطقس. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe. And don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.